قولي شو؟ أنا اللي بدي أقول. آه طيب، لا تقولي شي. ديما برأيي إنه ما في سبب للخناق. أنا ما بقبل أبداً إني أجرحك أنت حبيبتي بلا ما تدخل بيناتنا قصص مولدني وبلا طعمي. هي قصص ما لها طعمي؟ يعني لهالدرجة الموضوع عادي عندك؟ لأنه شايفته مهم كتير. أنت قلت لي بوشي، لولاكي أنت رح فوت معه بعلاقة حب. ولك أنو حب؟ عن شو عم تحكي أنت؟ عمر خلاص ما في شي بضحك. أنت اعتبر أنا مو هون وأنت وحيد وحاسس بالوحدة كتير. لا عم تموت من الوحدة وما عاد فيك تتحمل، وطلعت لك فكرات، وأساساً أنتو بتعرفوا بعض من قبل، مو الخانم إلى ذكرى حلوة معك؟ شو اللي بيضحك؟ هاد مو رأيي لحالي، كل اللي شافوكن هيك قالوا. ديما بدنا نتجوز إذا متذكرة. آه شكراً منيح ذكرتني، أنت خليك متذكر. ديما ويني؟ خلص هلأ تأخرت على الشركة لازم أروح. وأنا عندي شغل كمان، في عنا هلأ ضيف بالبيت. طيب معناته لكان منحكي بالشركة، أنا بعرف كيف راضيك، بوعدك. ديما وينك بنتي؟ شو صار بالقهوة؟ جاي يا ستي. أوكي روح. بحبك دمدو.